تعلم واستفد من دروس الجيتار مع يوسف لايف. يا السلام عليكم حبايب، نتمنى تكونوا بخير. انتم تشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي نتعلموا الدو كليه ديال السنار. المهم غنديرو كابوطون زينايا حيت الاغنيه الاصليه باش نمشيو معاها، فهمتي؟ اما شي غندير انا هنايا غديرو انت هنا، فهمتي؟ غتلعب هنايا ولا فين ما بغيتي. المهم انا ندير هكا باش نمشيو مع الاغنيه الاصليه، وفي نفس الوقت غادي نلعبو نوطات ساعدي. النوطه الاولى اللي هي فا، فهمتي؟ فا هكا ولا هكا اللي بغيتي انت. المهم هذا الثاني، الثالث، الخامس، الرابع، ولا هكا. راهي الفرق غير هاد الصبع هذا، عوض ما يشدني يشد كامل، فهمتي؟ كاين الفا ماجور، كاين الري مينور، هدف الاول وهدف الثالث وهدف الثاني، كاين المي ماجور، هدف الثالث هدف الخامس هدف الرابع، فهمتي؟ وبالنسبة للفراب، الفراب الهادي بالنسبة للفا والري مينور كنقسمو الفرق، يعني كنديرو يا مختار تنضربو هنا، فهمتي؟ تنضربو هبطة قعاس كتا هبطة، وكنكملو الفرق هنا هبطة قعاس كتا هبطة. وفي المي ماجور كنديرو هاد اللقطة اللي درنا نص نص، تنديروها على جوج مرات، يعني تنديرو نبدأ في المي ماجور، نقول مطر مالي مالي نسيت النار، ونيتي مالي النوار، ناري ناري ناري. المهم حنا غنطلقو الديسك الأصلي، نمشيو معاه شوية غادي نحبسو باش معتوناش كوبي رايت. الفاية باش تكون مطر المهم بالنسبه لهاديك كاغولي تخيل، هي فاتك تخيل هاديك كاغولي تخيل، وراه يا طبابا كتلعبها بري مينور، كتلعب بري مينور ديريكت المي ماجور، فهمتي؟ يا طبابا، ومن بعد كترجع للفا مي ماجور، فا مي ماجور. انا نطلقو هاديك الدخله بوحدها هي اللي كاين صامر، اما الديس كامل كيبقى ملعب كيلعبنا فيه. غير هادي كاغولي ورايا بابا، كاغولي صغير ورايا بابا الماسك تقول لها. المهم هاديك فيها الري مين الري مينور مي ماجور، مورا تتبقى غادي فا مي فا مي، فهمتي؟ تا كتسالي فاش كيدخل الدخله الاخرى كترجع كي كنتي غادي في الاولانيه كاع، انتي تترجع فا ري مي، فهمتي؟ كي مشينا دابا يوم يقولوا لي ندير الخطا، قولي ما تحكي قصي بابا، يوم يقولوا لي ندير الخطا، قولي ما تحكي قصي بابا، قولي ما تحكي قصي بابا، قصي بابا. المهم هذيك الدخله الثالثه اللي بقات تعدي، واخا الدوك اللي غتبقى في البيت، غتبقى في البيت. Oh
فيه البلان ديال هذيك الدخله ديال كاغوي صغير كاغوي لك ماما يا بابا فهمتي هذه هي الدخله الوحيده اللي كاينه فيه اللي مغير. اما ديك يعني الدخله الاولى لعاد واخا داوك وغتبقى في الباء واخا داوك هي من الصبوه تاع تبدا فا ري مي ماجور وغتبقى في البال واخا داوك ليا وغتشف في العنان واخا داوك ليا فهمتي الله. المهم تيسكر عسل نكون شرحتو بشي طريقة زوينة. بيس ليكم شي فيديو اخر. بيس.